السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحياتي لكل مشاهد قناة الزيتون المرجان في المكان داخل الوطن أو خارج الوطن. أحبابنا أهلا وسهلا بكم جميعا. احنا في السوق الأسبوعي بالثلاث فيني أقليم ستات، واللي ما عرفوش كاين في المملكة المغربية الخيرات تنوري والجالية المغربية والناس مالي المدن الكبرى بالمملكة المغربية. وكل مشاهد قناة الزيتون المرجان في المكان داخل الوطن أو خارج الوطن، أحبابنا أهلا وسهلا بكم جميعا. عيالة رجال بنات ولاد بتاريخ 10/10/2023 الخيرات تنوروا الجميع المشاهدين. حنا عند الغطاس معروف هنا البقع وشري والقزيرة والحريفية اللي بشي حاجة زوينة. مرحبا مرحبا. سبحان الله العظيم، هو ما بقاش يكزر هذا. صافي صافي. مرحبا اي مرحبا. هذه قناة زيتون المرجان. تنحيو جميع الاحباب تونا. غادي نسولو على الاثمنه والثمن مزيان، واللي باش تياكلوا الكزاره والحريفيه وكلهم تيجيو عندو. الناس معروف بشي حاجه اللي زوينه تنوريوها الناس اللي مولفين اسواق الاسبوعيه بالمملكه المغربيه، تنوريهم الخيرات باش الاحباب تونا نوريهم شي حاجه اللي زوينه بحال عند الغطاس او بحال هاد تاكوتي يبيعوا شري في الغلمي وفي البكار وكل شيء. هذا الحاج يوسف خويا احضيو معاه. ايه مرحبا مرحبا. مازال قول لي بشحال انت اللي غتوريني الثمن اليوم؟ بوك ما مساليش تيهضر. بشحال قلت تبيع الكيلو هاد؟ كيلو 140 درهم. 140 درهم. 140 درهم طيابو بخمسة. بطيابو بخبزو باش غنتفقوا بطيابو بخبزو. تيقول لينا السي احمد ود الغطاس قول لي هاد السيد جا من بونوار. ها واش بونوار من جهه خريبكا ديال ثلاث الاولاد ماشي شوي. ديال فقري. مرحبا انت فقري؟ اييه. بحدا ود الوقيد؟ اييه حدانا. الحاج محمد؟ اييه. عبد القادر ولدو والدراري؟ نعرفهم كاملين. سبحان الله. انا رانا هدام. لا اله الا الله. لا احنا كانوا اصحابنا. اييه هذوك الناس كانوا زوينين. اييه. حاج محمد راه مات. الله يرحمه. كنا عنده العسل الحر في الزريبه تما. راه شويه كانت حول دار واحد الملف ديك جي. ايه عرفت. عرفت. تنحيو الحباب تونا في المكان وتنوريهم الخيرات الناس اللي كنا مولفين الاسواق الاسبوعيه. الغطاس. اللي بغى يشوي عندك الغطاس ويجيب اللحم ولا الكبده ولا الكفته ولا من جهه اخرى. يجيب اللي بغى من هنا ياخذ يجيب. مرحبا. فابور مع الطياب نطيب له فابور. الكبده اللي راه غاليه متخمسه. بالغطاس اللي عنده ياكل واللي ما عندوش ياكل. هذا اللي كان. كل شيء يلا. هذا تو حريفي اللي تيجي. محمد. يقولوا نهرب لك يخلص عليا العاش كبير. ياك. الكلاب. الكرم موجود. تراهم معنا قديم شي كيلو. كما تتبعوا فعلا راه قديم الغطاس بحال هذا هشام تا بقى حضيو معاه. اللي ولدو الحاج معطي من ايطاليا. فلوس هذا. يقول اليوم الحاج راك عند الغطاس. سبحان الله. كيقول له انا غادي عندهم ملي نقول له راه كاين عاود شعيب واحد اخر ما يبركش. يقول لي لا ما كاينش محمد ما كاين حتى حاجه. ميمو. لا اله الا الله. ما يدوم بحال. وقول لي هاد القدبان بشحال تبيعوهم؟ نبيعوهم على 5 دراهم هذوك الاغلى على مسكين. ما عليكش يا سيدي. هاد الخيرات في السوق الاسبوعي بالثلاثة الاولاد. تنحيو جميع المشاهدين قناة الزيتون المرجان وتنوريو الاحباب تونا من طنجة الكويرة في القرى في البادية في المدن الصغرى والكبرى بالمملكة المغربية. وكل مشاهد قناة الزيتون المرجان في المكان داخل الوطن او خارج الوطن. اهلا مولاي ابو شعيب. اهلا اهلا اهلا. الله يعطيك الخير. الله يحفظك. شكرا لك. كما تشوفوا احنا هاد الغطاس ومعروف ان بشي حاجه
اللي سوينا في الاسواق الاسبوعيه الدرافات كما تشوفوا الغطاس وتيجيو عندهم كلهم كي الحريفيه كي العادي كيما كان تيجيو عندهم ودرافات حيوا الحباب تونا في المكان ديما المشاهدين في قناة زيت المرجان حيوهم كبار أو صغار. تبارك الله على السي بوشعيب الله يحفظك ليا الله ينورك أودي يا شعيب. بارك الله بارك الله أيه مرحبا هذا الغطاس في الثلاث الاولى دي من 10 10 بتاريخ 10 10 2023 معروف حاجة زوينة تنوريوها للمشاهدين قناة الزيتون المرجان والحباب تونا في المكان ايوا هذا قانون العلبه هو هذا كل ما الدخان بنادم غادي يشوي ياك العافيه بالدخان تاع لابد من الدخان واخويا هادو تما الحبيب كيما تشوفوا عند الغطاس وسير من وقتي وسير من 15